السفاحين الهمج البنت راحت فين؟ لو أزيتوها أنا بوعدكم هقتلكم واحد واحد، سواء بقى أزيتوها أو ما أزيتوهاش. اصبري يا ليسا أنا جايلك. إيه ده؟ بتاعت ليسا؟ أكيد مش بتاعت ممزق ندل. دي أثر رجلين صغيرة، شكلها البنت، أكيد دي أثر ليسا. وتجرجرت لهنا. لو أزيتوها يا أندال هقتلكم كلكم لحد آخر واحد فيكم. أظن إن ده كله لازم نفضل على الطريق. ليه ما تلاقيش أنت الطريق الصح؟ دول ميتين يا غبي. قالوا على الطريق كله في طايفتك. اثبت شوية. هنا هم سحبوها لهنا. شفت؟ مش ممكن. انتوا ايه مسؤوليتكم يا رسوخ؟ الاحرار يحكموا العالم ها؟ الا لو كلهم ميتين. لا مش هنا. انت فين يا ليسا؟ علمنا اننا علشان نلاقي الطريق اكيد هي موجوده هنا في حته. مفيش طريق تاني. الخلاص تمام. رجعوني تاني للطريق. انا فشلت. انا ما عرفتش ارتقي. سمعت المؤسس وهو بيتكلم. كارلوس اول واحد مننا واخر واحد. اشارت وانا بسمع صوته وعرفت انه عرفني الطريق. محدش هينضم ليك. لحظة استنى، انت كده تمام صح؟ اتحرروا الاحرار. دول من الاحرار. انت بتدور على استحملي يا ليسا مهما عملوا فيكي. بس استحملي. ليسا انا جاي عشانك.
من هنا. أكيد هي هنا. فوق، هم خدوها لفوق. أكيد لسه هناك. أنا جاي لك حالا. يا ندل، ليسا. طيب يا ليسا. يا خبر، عملوا فيكي ايه ليسا؟ ليسا ايه حبيبتي؟ لا ايه ليسا، بالراحه بالراحه. اهدي 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 ليسا، ده انا ديكن، فاكره ديكن؟ طيب طيب يلا ديكن. ما تقلقيش، عادي. يلا انت كويسه؟ يا خبر، تعرفي تجري؟ طيب تعرفي فين مكان الزوار؟ طيب انا سبت الموتوسيكل هناك، عاوزك تجري اسرع حاجه وما تقفيش خالص. مش هقف. ايوه ما تقفيش مهما حصل. مستعده؟ ها يلا.
الممزقين. ليسا واطي استخبي. أيوة اجري عليك. اجري. يلا قبل الموتوسيكل يلا. احنا في امان هنا. انت كويسه؟ لا. اسمعيني، احنا لو مشينا من الجنوب في معسكر لوست ليك، مش شبه هوت سبرينجز خالص. ايرون مايك شخصيته مختلفه عن تاكر. بكره استاذه تاكر. ومش هتكوني لوحدك هناك، المعسكر حلو وهتحسي بأمان فيه. طيب امسكي كويس. ريكي ريكي ردي. ريكي انت لسه على نفس القناة؟ معسكر لوست ليك ردوا. ديكن ما تكلمناش بقالنا كتير، عايز ايه؟ بس اوه لا قابليني ماشي عند تقاطع طريق كاسكيد مع طريق فيلنا بالقديم. انا هروح هناك دلوقتي. عارف ايرون مايك قال ايه لما مشيت انت وجوزك من هنا؟ صح. اسمعي، عشان السبب ده اتصلت بيك على اللاسلكي مش عن طريق سكازو. ما تقوليش لايرون مايك. معايا طفله هنا. انا اقصد مش طفله، ناجيه كانت هنا بقالها كتير. عندك واحدة من الناجين، انت هتجيبها اللوست ليك. لا انت هتجيبيها اللوست ليك، انا هجيبها لك. بس ريكي انت هنا؟ ايوه تمام، انا في الطريق لوست ليك. حول ريكي. ايوه ماشي اي وقت. هتعجبك القعدة هنا يا بنت. زي ما قلت ايرون مايك هو شخص كويس بس بيحب يزعق قوي، ما تخليهوش يضايقك، فاهمة؟ المهم في واحد اسمه سكازو، لو ضايقك في أي وقت قولي الريكي أو قولي الآدي. دي دكتورة المعسكر، قولي لها. وآدي دي شاطرة جدا وعندها أدوية، فهماني؟ هتعرف تنظف الجروح، قصدي يستحسن ما يجيلكيش أي عدوى. هيساعدوكي يا بنتي حتى لو انتي فاهمة، يعني حتى لو يعني انتي غلطتي. تمام. ايه يا ريكي؟ اهلا يا ديك. انا متفاجئة. ايه تاكر بطلت تجارة العبيد؟ ليسا دي ريكي، دي المفروض يعني
هتاخدك مكان مش خطر. مفيش حاجة اتغيرت، ايرون مايك اكيد مش هيدفع في ده. ندفع حاجة؟ او بجد ده مش، معلش ثانية واحدة، الموضوع مش كده، الموضوع مش تجميع جوائز زي ما انت فاكرة. ممكن بس تاخديها؟ هي مالها يا ديك؟ مالها، ما هي قابلت شوية من السفاحين وكان مفروض. يا خبر. اهلا ليسا. اهلا، انا ريكي. اسمعي، انت بتحبي الصيد؟ انا حقيقي بحب الصيد جدا، ودي اكتر حاجه ممكن تبسطني في حياتي. تحبي نصطاد مع بعض؟ فعلا هحكي لك عن لوست ليك، فيها انقى ميه في الدنيا. انت ما شفتيش ولا السمك؟ يا خبر، السمك بينط بره الميه عالي جدا. هبقى اوريكي لما نروح، هنتبسط قوي. امسكي كويس. ها، أنا ممتن. ليسا دي ريكي، دي المفروض يعني هتاخدك مكان مش خطر. مفيش حاجة اتغيرت، ايرون مايك اكيد مش هيدفع في ده. ندفع حاجة؟ او بجد ده مش، معلش ثانية واحدة، الموضوع مش كده، الموضوع مش تجميع جوائز زي ما انت فاكرة. ممكن بس تاخديها؟ هي مالها يا ديك؟ مالها، ما هي قابلت شوية من السفاحين وكان مفروض. يا خبر. اهلا ليسا. اهلا، انا ريكي. اسمعي، انت بتحبي الصيد؟ أنا حقيقي بحب الصيد جدا، ودي أكتر حاجة ممكن تبسطني في حياتي. تحبي نصطاد مع بعض؟ فعلا هحكي لك عن لوست ليك، فيها أنقى مية في الدنيا. أنت ما شفتيش ولا السمك؟ يا خبر، السمك بينط بره المية عالي جدا. هبقى أوريكي لما نروح، هنتبسط قوي. امسكي كويس. ها، أنا ممتن. جايين وهم عايزين، قصدي بيطردوني. وهم بوزر، ايه اللي بيحصل؟ دخلت هنا ازاي؟ استنى، انت بتعمل ايه؟ خليك مكانك. بوزر ده انا، ناديك. خلينا نهدى دلوقتي، هنتكلم شويه. هقتلك. مش مشكله، يلا اديني المسدس، اديني المسدس، يلا هات، يلا. يا خبر، ايه اللي بيحصل ده؟ بوزر، اللي بيحصل ده؟ أنا
سمعت أصوات. ليه كده؟ سمعتهم صح؟ لا ما سمعتش حاجة بوزر. أنت دمك اتسمم. ده مش صح. لا اتسممت يا بوزر. حتى بص، أنا مش محتاج إني أبص. أنا حد يساعدك. بص أنا مش محتاج. يلا قلت لك مش محتاج مساعدة. أسف على اللي حصل، يعني على محاولتي لقتلك. قصدي افتكرت إني شفت حاجة، فاهمني؟ بالراحة. لحظة، حاسب ولا يهمك. أنا بس تخيلت ده كان في دماغي، فاهمني؟ أيوة عارف. قدرت أسمعهم يا ديك؟ أنا سمعتهم ديك. صوت خطواتهم مسبب لي صداع. جزمتهم خطوات قليلة بس. مش محتاج مساعدة، أنا أقدر أمشي. قادر أمشي. تمام. أنا بس لا مش عارف إيه اللي حصل. أنا شفتهم كانوا كتير جايين عليا، متخيل؟ أيوة دلوقتي. يلا اركب، لازم نمشي. لحظة. إيه؟ رايحين على فين أنا؟ رحلة صغيرة بس بوزر، ده هيساعدك على تصفية مخك. رحلة؟ أيوة تمام كويس. تمام. أنت رايح فين؟ ديك، فاكر المرة الأولى رحلتنا برا فيرول كانت عاملة إزاي؟ أيوة أنا فاكر. الطرق السريعة كانت كلها عربيات، كان في ناس كتير كلهم مستعجلين، كانوا فاكرين انهم لو مشيوا بسرعة هيعرفوا يتفادوا اللي جاي. ايوه محدش قدر يتحرك بسرعة يا بوزر، محدش اتنبأ باللي جاي زي ما انا عملت. مع الوقت الناس قالت ده قرف وبدأوا بالمشي وبعدين الجري، بس الوقت كان اتأخر. ايوه اتأخر جدا. فاكر برضو الفرجة على المسوخ اللي كانوا جايين؟